مشاهدينا، ضيفنا لليوم شخصية عاشقة للمغامرة، اجتاز العديد من التحديات الخاصة بريادة الأعمال بنجاح وإصرار، وذلك من خلال بناء مشاريع الخاصة فيه بشغف وحب وتفان دون أن يهاب مخاطر الفشل والخوف من المجهول، كما استطاع أن يكسر المألوف ليمزج ما بين هوايته وشغفه في تربية طير البوم، وجعل منه صديق له لكل من يدخل عالمه المهني. خلينا نشوف معاكم هذا التقرير ولنا عودة. لطالما ارتبطت رمزيته بالشأم تارة وبالحكمة تارة أخرى، لكن هذه المرة نعرفكم على نوادر متميزة من فصيلة البوم أصبحت مصدر إلهام لإبداع رائد أعمال إماراتي شغوفا بها ليبتكر مشروعا فريدا يمزج بين التلذذ بفنجان قهوة والاستمتاع بصحبة طائر يعد من فصيلة الجوارح. فما هو السر وراء هذه التجربة لرائد أعمال شاب من أبوظبي حلق بأحلامه على أجنحة طير اتخذه شريكا لإنجاح مشروعه؟ مشاهدينا، تقرير شيق وممتع اكيد عن رائد الاعمال المتميز محمد محفوظ الشحن. راح نتكلم معه اكثر عن تفاصيل هوايته، تربيه البوم، واكيد التحديات وايجابيات الاعمال المبتكره. صبحك الله بالخير ضيفنا المميز محمد الشحن. صبحك الله بالنور زينب، مشكورين على الاستضافه الطيبه وهذا التقرير الرائع صراحه. نورتنا انت والطير الجميل، البوم الجميله اللي موجوده معاك اليوم. جزاك الله خير. محمد، نتكلم في البدايه عن حبك وعشقك يمكن الاكيد لهذا الطير الجميل، ليش بالذات يعني اخترت البوم دون عن كل الطيور واهتميت فيه؟ صراحة في البداية بدأ الموضوع معي بدافع الفضول، بديت أدور في الإنترنت أشوف في اليوتيوب محليا أو عندنا في الدول العربية، ما حصلت حد يربي طيور البوم وحاط هذا الشيء في السوشيال ميديا. يمكن الناس أكثر شيء يربطونه بسوء الطالع، بالنحس، بالتشاؤم، معك حق. إيه، فلها سبب الناس شوية كانت تبتعد عنها. صح. فيعني فضول، لأن حتى عندنا إحنا في الدين هذا من الطيرة وما يجوز الطيرة، فلا أنا قلت بتحدى هالفكرة. حلو. أكيد ما له علاقة بالتشاؤم، ما له علاقة بسوء الطالع. هذه كانت البداية. هذه البداية. وبعد اقتنيت اول طير لي وهي شيخه ضيفتنا اليوم. ما شاء الله، بعد عطنها اسم شيخه. اسم تراثي. اهم شيء شيخه اليوم تكون راضيه وما تزعل. لا لا، اليوم ان شاء الله راضيه. ما شاء الله عليك. طيب محمد، يعني تربيه الطيور تحتاج نقول الاهتمام والمجهود، شو اكثر شيء تحس لازم الاشخاص اللي يقتنون بالتحديد مثل طير البوم انه كيف يقدروا يهتمون فيه ويعني يعتنون فيه بشكل مناسب وصحيح؟ من المهم جدا ان اي حد يقتني اي نوع من الحيوانات بشكل عام يكون ملم وواعي بانه مقبل على مسؤوليه. تمام. ومن باب المسؤوليه ايضا لازم انه يتعرف على هذا الطير بكل تفاصيله، كيف يعتني فيه، شو ياكله، وين يعيشه، شو درجه الحراره، شو الشيء اللي يحبه هذا الطير. الحيوانات عموما تنقسم اما للحيوانات اللي تعيش في البريه والحيوانات اللي تكون متربيه في البيوت ومع البشر. صح. فبالنسبه لهذه الحيوانات اللي تعيش في البيوت، شو متطلبات حياتها، شو احتياجاتها؟ ففي البدايه مثلا عندي انا في البيت بحثت وتعمقت وايد في هذا المجال، وتعرفت على اخو عزيز علي في هني عندنا في الدوله عنده هذه الهوايه. ما شاء الله، يعني بحثت محمد قبل ما تدخل في موضوع التربيه والاعتناء فيهم. صحيح. ما شاء الله عليك، وهذا كان لابد منه يعني اساس انها مسؤوليه مثل ما ذكرت. تعلمت أكثر، قريت أكثر، بحثت أكثر، لما حسيت أني أنا مستعد وعندي البيئة الملائمة لهذه الطيور. حلو. توكلت على الله وبديت بشيخة. ما شاء الله عليك. في أنواع مختلفة محمد من البوم؟ حوالي أكثر من 200 نوع من طيور البوم. ما شاء الله. الفصائل. عندي حاليا أكثر من 10 فصائل. ما شاء الله. وكل الأنواع تناسب من التربية في المنازل محمد، ولا مشكلة ما نقدر كلها نربيها في البيت ونعتني فيها؟ طالما أنها متربية على إيد إنسان من صغرها فبتكون ان شاء الله ما في اي مشكله، بتعيش في البيئه المنزليه، بس لازم نراعي درجه الحراره. ففي بوميون من اماكن بارده. أوكي. ريشهم شويه يكون زين، واحنا جونا حار ورطوبه. فلازم نوفر لهم المكيف طول الوقت عشان ما يحسون بالحراره او ما تحس انه في وايد تغيير ما بين البيئه اللي كانت فيها والبيئه اللي انتقلت فيها. طيب من سهوله تكون صداقه بينك وبين هذه النوعيه من الطيور؟ صحيح. هذا شيء ايضا حبيت اتكلم عنه، وبالذات عن شيخه. موقف طريف احب اذكره مع شيخه. الحين صدت عليك شيخه، ما تصد علي. ذكرت اسمها لاني. فبالبدايه
يبتهي بس اهتميت فيها واعتنيت فيها وعيبني المجال، فقررت اجيب واحدة ثانية. انزين. من جبت البومة الثانية وحطيتها بنفس الغرفة اللي فيها شيخة، امتنعت عن الأكل 4 أيام تقريبا. زعلت. أنا ما أعرف شو السالفة، قلت مرضت أو شيء، وديتها انزين للدكتورة وقالت لي انتظر علي 4 ساعات بنفحص، وقعدنا ننتظر، طلعت لي قالت لي ما فيها شيء. ما فيها شيء. عقب الدكتورة ذكية بعد قالت لي عندك طفل مولود جديد في البيت شيء؟ قلت لهم لا. قالت لي عندك حيوان جديد؟ قلت نعم، ابتديت بومة جديدة من جري. قالت لي الشيخة غيرانة. أنا طبعا زعلت، قلت ليش يستهزئون فيني، شو السالفة، شو غيرانة؟ بس بالفعل سبحان الله طلعتها مشيتها في نفس اليوم، عزلتها عن البومة الثانية، رجعت كلت ورجعت سعيدة ومستانسة، وإلى اليوم فيها هالطبع الغيرة من 2016 عندي موجودة. ومتعودة عليك أنت أكثر شخص محمد، يعني ما تروح لحد ثاني؟ لا لا، تروح للكل هي، بس تحبني في مثل ما تقولين لأني أنا ربيتها من صغرها. إي، فتعودت عليك على الاهتمام والعناية من صحيح. خلالك. صحيح. طيب نتكلم عن الأعمال المبتكرة وريادة الأعمال وبالتحديد الكافيه الخاص بالبوم، كلمنا عن هذه الفكرة الجميلة والغير مألوفة. طبعا الفكرة أنا من زمان كان عندي قناعة أني أبغى أبدأ أو أدخل في مجال ريادة الأعمال، كنت متخوف نوعا ما. قناعتي كانت في أن اللي يدخل هذا المجال لابد أنه يكون مبتكر، لازم يكون عنده فكرة مختلفة عن السوق. ما أدخل في سوق يعني مثلا واحد يقول المجال الفلاني مضمون وفي صح. عليه أرباح وفي عليه إقبال فبدخل فيه، ولكن هذا المجال فيه ناس أوريدي مثبتين أعمارهم فيه، في ناس قاعدين فيه من زمان، فما في داعي أني أنا أدخل، ما بقدر أنافس هالناس اللي ثابتين في السوق من قبل، لابد أني أنا أسس سوقي بنفسي، لابد أني أدخل في هالمجال. وايضا شجعتني مقوله اقتبسها من سمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، الله يحفظه، لما قال اكبر مخاطره هي الا تخاطر. جميل. هذه المقوله دفعتني لخلاص، انا قلت عندي خطه ثابته، عندي نظره، بتوكل على الله. والحمد لله شفت الفكره موجوده في اليابان صراحه، اسمها او الكافيه هناك موجوده بكثره بعد، ولكن ما يقدمون القهوه بسبب السلامه الغذائيه، في تحدي. فهني انا كان هذا تشالنج بالنسبه لي، اذا ابي بالفكره للامارات صح، المجتمع عندنا يمكن ما بيتقبل الفكره اذا ما فيها باريستا، ما فيها ماكينه قهوه، ما صح فيها شركه كوفي. تعرف شو الشعب يحب او شو الناس يحبونه هنا، لازم نجيب شيء يناسب التطلعات اللي موجوده عندنا. وبالفعل قدرنا بفضل الله وبحمده ان نفتح المحل، يكون عازلين الكافيه عن غرفه البوم بحاجز زجاجي، مخارج هواء منفصله. اخذنا موافقات كلها الامنيه، وكل الشكر للجهات المختصه صراحه دعمونا ووقفوا ويانا ووجهونا من البدايه لين ما افتتحنا الحمد لله. ويعني في الكافيه محمد في حاجز بين بنقول الزباين او الكاستمر والبوم صح؟ ايه، واللي حاب يطور من تجربته تمام ويدخل عند البوم في تذاكر، في ناس هناك مختصين، عندي موظفين بس للبوم يعطون يشربون القهوه مع البوم ولا بس يشوفونهم؟ القهوه يمكن صعبه على اساس السلامه الغذائيه. تمام فهمت. بس يدخلون هناك ياخذون لفه، يتعرفون على الفصائل المختلفه، على الانواع الموجوده، على أطباعهم، أسماءهم، من وين جاية كل طير، فيعيشون تجربة فريدة. حلو. يعني تجربة ما بين إن إحنا نستمتع بشرب القهوة ويتعرفون على هذا الكائن الجميل واللطيف. بالضبط صحيح. هل بالفعل بنقول هو من الطيور الجارحة محمد، لكن كيف يكون تعامله لما يصير صديق؟ يعني كيف تشوف حتى تقبل الزباين وهم داخلين داخل عندك الكافيه؟ طبعاً الطيور عندنا في المحل مثل ما تشوفون شيخة يكونوا مربوطين بهالطريقة. أوكي. أثناء ساعات العمل. نحن ساعات عملنا تكون من الظهر للمسائين، 8 ساعات في اليوم فقط، و16 ساعة الباقية مسكرين لراحة طيور البوم، خاصة أنها طيور ليلية يعني. فخلال ساعات العمل نربطهم لسلامتهم ولسلامة الزباين، وهم أساساً متعودين على الناس بشكل يومي. حلو. دائماً خلاص تعودوا. الكبار خلاص. انزين. في عندنا بعض الطيور سبحان الله، عندنا طيور سميناه سيف. سيف هذا فيه طبع غريب ما يتقبل الجميع. الجميل قاعد تستخدم اسماء محليه، اسماء احنا متعودين عليها نتداولها دائما. فسبحان الله سيف ما يحب الا الحريم. يعني يوم يشوف حرمه يرتاح. يروح عندهم. يشوف ريال لا يضايق. فسبحان الله في اطباع مختلفه لكل طير يعني مثل البشر سبحان الله. اي والحين شيخه ردت صدت علي انا. بس انت ارجع قول اسمها عشان تصد عليك. شكلها فعلا هي حابه تستكشف المكان. كيف حسيت اقبال الناس على مثل هذه الافكار؟ خاصه المواطنين اللي يزورون المكان، بنقول السياح وحتى المقيمين في الدوله محمد، كيف حسيت الاقبال؟ دائما الناس تبحث في الاستثمار بوقتها في صناعه الذكريات خلينا نقول. فلما يعرفون ان في وجهه فيها تجربه فريده او تصنع لهم ذكرى فريده وذكرى جديده، نحن هني هدفنا ان نقدم لهم افضل نسخه من هذه الذكرى، افضل نسخه ممكنه. ممكن يحصلون فكره شبيهه في اليابان، ممكن يحصلون فكره شبيهه في الخارج.
في الشرق الأوسط نحن الحمد لله الوحيدين إلى الآن ما شاء والأول الله، يعني. حلو. ففي إقبال في البداية، نحن فتحنا على فترة كورونا بعد، ولكن الحمد لله حولناها من تحدي إلى فرصة. كانت الناس مكبوتة في زمن كورونا، ما صح عندهم فعلا، إمكانية أن يسافرون، ما عندهم أماكن، فالحمد لله كانت هذه فرصة بالنسبة لنا لأنهم يكتشفون هذا المكان ويتعرفون على طيورهم ونكسر حاجز الخوف منهم أيضا. حلو. يعني هذا الإقبال يمكن، وهي الفكرة اللي تقول هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. محمد، تفكر تفتح فرع للكافيه وبوضع بعيد عن أهل الفجيرة؟ صراحة مو بأفرع، يمكن إذا مستقبلا فكرت يمكن أتوسع، بس مو كأفرع، لأن الفكرة تعتمد على التجربة. فالزبون إذا بي الفرع الأول بيجرب نفس التجربة، ما بيروح للفرع الثاني، بكون نافست نفسي مثل اي ما يقولون. فهمت عليك، صح فعندي خطط للتوسع في مجال ريادة الأعمال، بس أفكار مختلفة إن شاء ما الله، شاء الله عليك، وتكون مبتكرة بعد، ما نبغى ندخل في الروتين. صح حلو التجديد. وما عليك محمد، ترى اهل الفجيره اذا يحبون شيء حتى لو وين كان موجود وين ما كان، يعني بعد المسافه بنروح هناك اكيد تشرفونا تشرفونا وبنجرب أكيد بأي وقت، اكيد. والله نتشرف فيكم طبعا. محمد، شو اكثر شيء حسيت انه صعب او تحدي واجهك خاصه في البدايه؟ يعني انت تقول فكره غير مالوفه وجديده، واكيد كان عندك اكثر من فكره، فشو الشيء اللي حسيته هذا صعب شوي وان هالشيء يحتاج لفتره لين ما تتجاوزه ولين بالفعل ما نجحت ما شاء الله في هذا المشروع؟ صراحة الصعوبة كانت يمكن في السلامة الغذائية في البداية. ما كان وقت الافتتاح، كان قبل الافتتاح، انزين، خذ مني وقت طويل حتى أفهم المعايير المطلوبة، حتى أصمم المحل والمساحة بطريقة أن تضمن السلامة الغذائية للي قاعد في الكافيه، واللي أيضا عند في غرفة طيور البوم، حلو، وبنفس الوقت اللي قاعد في الكافيه يقدر يشوفهم بكل وضوح صح ويستمتع في منظرهم، مو ضروري يدخل عندهم. في ناس يقول أنا بخلي عيالي بس يدخلوا، مو بلازم أنا أدخل. في اللي لا يقول أنا بدخل عيالي بخلي مثلا، يعني كل واحد له تفضيلات معينة. صح في حد ما يحب الحيوانات بشكل عام وفي ناس تحب المغامرة والتجربة الجديدة بالضبط. مثلك. طيب محمد، لو نتكلم عن أهمية فعلا تواجد الشباب الإماراتيين في مجال ريادة الأعمال وبالتحديد الأعمال المبتكرة وهذه الأفكار الجميلة اللي قاعدين نشوفها اليوم معانا. الجيل اليوم، الجيل الصاعد، صار عنده وعي أكبر في تحديدا في ريادة الأعمال. يعني سابقا كنا نعرف الأولويات بالنسبة للشباب، يتخرج، يأمن وظيفة، صح يتزوج، يشتري سيارة، بيت. الحين لا، الحين صارت ريادة الأعمال ضمن هذه الأولويات، صاروا الشباب عندهم هذا التوجه. ولكن للأسف في بعض الشباب يا إما يكونوا متخوفين بزيادة ويقول لا ما بدخل، وفي اللي مندفع بزيادة ويقول لا يغامر، بفتح مطعم الفلاني ماشي سوقه فبدخل، أو صح بفتح كافيه، أو بفتح شو ما يكون. يقلدون محمد، فعلا في بعض الناس يقلدون للأسف. إيه لا، لازم يتفرد بفكر، لازم يضيف لمسته الخاصة. ولما أقول لمسة، ما أقول مثلا الإنجريدي أو المكونات الأكل تكون من الدولة زين، الفلانية وبس، أو اي الديكور يكون مختلف وبس، لا، التجربة كتجربة الباقة كاملة. تكون مختلفة فعلا نعم وتكون مقدمة للزبون بنقول أو العملاء اللي يدخلون في هالمكان إنه يحس فيه شيء مختلف صحيح. ويحس بتجربة مختلفة. نرجع لموضوع الكافيه محمد، كيف خليت الديكورات بالفعل تكون مختلفة؟ وايد كافيهات ما شاء الله لما تدخل تشوف في إبداع، في لمسة إبداعية، الطاولات، الكراسي، الإضاءة، شو الشيء تحسه مميز عندك غير طبعا وجود البوم؟ طبعا الديكور حاولت إني أخليه قريب من الطبيعة، وفي ايضا لمسه او مستوحى من الطابع الياباني تقريبا، بحكم ان الفكره يابانيه، بحكم انا بعد مرتبط بصراحه بالثقافه اليابانيه، انا حلو، وايد احب ثقافتهم وتاريخهم. فعند غرفه البوم حاولنا نخليها قريبه من الطبيعه، حاولنا ان نراعي الستاند اللي يوقفون عليه يكون مريح، عندهم مساحه كافيه حتى بعد ساعات العمل يتحركون بحريه، احنا ما نخليهم مربوطين بعد ساعات العمل، نعطيهم الحريه للحركه حلو انه يتحركون عادي. وفي الشتاء ايضا بعد نطلعهم، مو بس نخليهم في هالبيئه، لا نطلعهم دائما. يطلعون من الكافيه. وفي الكافيه حاولنا نخليها مكان يمكن شويه المكان صغير ملموم، بس حاولنا نخليه مريح للناس اللي على الاقل تنتظر دورها ان تدخل هناك. حلو محمد، من خلال هذه الخبره تشوف ان رائد الاعمال يجب انه يتوجه نقول لمجال واحد، يعني صاحب مشاريع الكافيه مثلا او المطاعم يتم في هالمجال، ولا حلو التنويع والتغيير بما يخص هذه النوعيه من المشاريع؟ صراحة أهم شيء الشغف، إذا عنده شغف زين في أكثر من مجال ما في أي مشكلة يدخل في أكثر من مجال صراحة. أوكي، بس إذا عنده شغف في مجال معين لا، ركز عليه، استثمر فيه. حلو دائما اللي عنده هواية ويستثمر في هوايته هذا اللي ينجح فعلا، لأنه فاهم في هوايته، مو بأنه واحد مثلا عنده رأس مال وأنا بأسس الشيء الفلاني وخلاص أخليه يمشي، لا ما راح لا يمشي، صح أنت كلامك، نفسك مو بملم فيه.
حلو. شو الأفكار اللي عندك إنك ممكن تغير وتجدد في هذا الكافيه محمد؟ يعني أشوف ما شاء الله يوم تتكلم عنه تتكلم عنه بحب وشغف، وإنه خض منك وقت وايد ومجهود وايد بالفعل لما وصلت لهذا النجاح. شو الأفكار الثانية اللي ممكن تضيفها للكافيه؟ صراحة إذا عن هذا الكافيه تحديدا، أتمنى أوسع أكثر، أوفر مساحة أكبر لأني أجيب فصائل أكثر حتى عندي. حلو. وأهتم فصائل أكثر. يمكن في ناس طبعا نظرتهم للموضوع هذا إنه يقولون لا أنت حرام تحبس هذه الطيور، تشلها من بيئتها ومن هذا الكلام. ولكن الشيء اللي هالناس ما تعرفه، الطيور اللي تعيش في البيئة المنزلية، طيور البوم أتكلم، عمرها الافتراضي يكون تقريبا ضعف العمر الافتراضي للطيور اللي تعيش في البيئة الطبيعية لعدة أسباب. يعني البومة اللي تعيش في البرية خلينا نقول ممكن تكون فريسة لحيوانات ثانية، ممكن تعرفين حرائق الغابات اللي تصير كل سنة حاليا عندنا في القارات الثانية، ممكن تكون عرضة لأمراض فيروسات، ممكن ما تحصل التغذية الكافية لها. أما البومة في البيئة المنزلية لا، تحصل كل هالاحتياجات، كل هالاهتمام، الرعاية البيطرية. وغير هذا البوم اللي عندنا نحن تحديدا ما يكونون بوم صايدينهم من الطبيعة، هالبوم متربين على إيد البشر، عايشين مع البشر مثل شيخة، لدرجة أنه يغارون إذا الإنسان هذا اهتم. سبحان الله، تأخذ من طباع البشر. أي شيخة شكلها مستعدة تبطير، ولا متأكد بتتم معانا لآخر اللقاء؟ لا لا بتتم معنا إن شاء الله. ما مشي تكشف المكان بس. أي شكلها. يعني محمد، بعض الناس نفس ما قلت يمكن يشوفون هاي الأفكار شوية غريبة. اليوم حتى في بعض الشباب يبوا يتوجهون لأفكار جديدة ونقولوا غير مألوفة، بس يمكن يخافون من الانتقادات. شو الانتقادات اللي جتك محمد وكيف تخطيت هالأمر؟ أكثر شيء صراحة الانتقادات اللي وصلتني فيما تخص اللي توني ذكرتها، الناس اللي تقول أنت ما تحس أنه حرام تحبس الطيور في مكانها، تخليها في مكان مسكر وما إلى ذلك. ولكن مجرد أنه يجون عندنا المحل يشوفون كمية الرعاية اللي حصلها الطير والحرية أيضا اللي حصلها، حلو، يتفاجؤون. وفعلا في ناس مختصين في مجال حقوق الحيوان والاهتمام بها، في دكاتره بيطريين، في ناس داخلين في هذا المجال يو وشافوا، والحمد لله الحمد لله. عيبتهم الفكره وعيبهم الاهتمام. عندنا دائما موظفين على الاقل اثنين دائما موجودين مع الطيور، بس شغلتهم الطيور ما له علاقه عشان يعتنون فيهم. اي ما لهم علاقه بالكافيه والزباين، ينظف ويهتم وياكلهم، وحتى لما يدخلون الضيوف ياخذهم في جوله عند الطيور ويساعدهم يشلون الطيور ويتصورون وياهم. جميل. محمد، شو المهارات اللي تحس يكتسبها الشخص من يبدا يدخل في مجال رياده الاعمال والاعمال بالتحديد المبتكره؟ طبعا المهارات كثيره ولا متناهيه صراحه. انا شخصيا اكتشفت ان طورت في نفسي مهارات الاداره، من هالاداره الماليه، المهارات القياديه طبعا، اداره الوقت، مهارات التنظيم، التنسيق. وايضا صراحه قبل البزنس ما كان عندي موظفين يعني يشتغلون في مشروع خاص فيني. تعلمت من خلال قيادتي لهذا الفريق ان لا، هذه مسؤوليه وهذه مهاره تنمو مع الوقت اكثر واكثر. حلو. خصوصا في مجال رياده الاعمال، وتنعكس حتى في الجانب المهني بالنسبه لي في وظيفتي. جميل. حسيت انه في فرق محمد، حسيت انه في مهارات انت اكتسبتها من خلال هذا المجال. شوف احنا من وقت لثاني لازم نرجع للشيخة عشان ما تزعل، لان هي متواجده معنا بعد في اللقاء. صح. يمكن محمد ذكرنا وايد عن طرق العنايه بمثل هذه النوعيات من الطيور، متى مثلا دائما يكون لهم عنايه صحيه وطبيه؟ ايش كثر، كم المده، او كم كل شهر لازم تكشف عليهم، تشوف الصحه الخاصه في كل طير؟ شو الاشياء اللي ممكن يعانون منها؟ ايش كثر المده بالضبط؟ رئيسي اذا طلعت اعراض ناخذهم، اذا ما طلعت اعراض في بشكل دوري كل 3-4 شهور ناخذهم لفحوصات دوريه، رغم ان الدكتور قال لنا ما في داعي لانهم قاعدين في بيئه نظيفه. ما حلو. فيهم اي شيء، يعتمد هالشيء على البيئه نفسها اللي هم قاعدين فيها. يعني اخر بومه مرضت عندي 2020 كان، الحمد لله يعني بعدها ما في اي شيء، الحمد لله. وكانت اصابه ما كانت يعني مرض او شيء، اصابه بسيطه. لاهتمامك فيهم اكيد محمد، توفير البيئه المناسبه لهم. محمد، بعض الشباب اليوم يشوفون اذا راح نبتدي مشروع او ندخل مجال رياده الاعمال يمكن يستصعبون موضوع راس المال، كيف تشجع الشباب اليوم انه ممكن تبتدون حتى لو بشيء بسيط؟ طبعا الدعم موجود، اللهم لك الحمد. الحمد لله. انا بصراحه ما اعتمدت على الدعم وايد، بديت بنفسي. يعني اللي موظف يقدر يبني راس ماله من وظيفته في البدايه. الشباب يمكن شويه من اول ما يتوظف على طول لا بتزوج، على طول لا بشتري سياره، على طول باخذ قرض باخذ بيت، او لا، لابد من الواحد يخلي جزء من صرفياته
او جزء من مدخوله، الهدف لازم يكون ملم. والحمد لله الشباب اليوم واعيين باهميه انه يكون في مصدر دخل ثانوي بالنسبه لهم. ما حد ما يقدر يوفر، كلنا نقدر نوفر، صح، كلنا نقدر نخلي بس جزء كيف منه. نخطط لحياتنا بشكل افضل؟ بالضبط. بصراحه في شيء ثاني، يمكن انا قبل لا ابدا مشروعي الخاص سمعته وايد من اصحاب المشاريع، دائما كانوا يخوفوني من مساله الشراكه. ايضا صعب جدا الواحد يبني راس ماله بنفسه. الشراكه مهمه مو بس كراس مال، ولكن ايضا كاداره، يكون فريق عندي. فبكذب عليك اذا بقول لك انا مهتم بالقهوه، انا انسان ما اعرف القهوه، ولكن دورت وحصلت شريك الحمد لله معي موجود الحين. الحمد لله. كانت مهمته الاهتمام بالمطبخ، بالقهوه، باليلسه اللي عند الكافيه، وانا مهمتي قسمنا الادوار، مو بس كراس مال، ما دخل بس قال انا مستثمر وبطلع، لا، دخل براس ماله وشاركني وقعد معي. وشريكنا الثالث ايضا كان مسؤول ما عن شاء الله. الديكور، عند شركه ديكور، وقال انا بنفذ الديكور، فوزعنا الادوار فيما بيننا. وبهالطريقه الحمد لله خف الضغط والعبء علينا حلو. كلنا، ومشى المشروع بدون ضغوطات، اللهم لك يعني الحمد. هذه ايجابيات الشراكه في رياده الاعمال. اكيد. طيب كيف ممكن بالفعل كل الاشخاص محمد، او نقول البعض اللي يدخل في مثل هذا المجال، يحققون النجاح من خلال الشراكه؟ في ناس تخاف تقول لك لا، الشراكه لها يعني اشياء سلبيه اكثر من الايجابيه، لكن ما شاء الله كونك معانا اليوم نموذج لهذا النجاح في الشراكه الايجابيه في رياده الاعمال، كيف ممكن الناس تتجاوز هذه الامور السلبيه؟ هو الخوف في البدايه نفس ما تفضلتي، كل حد يتكلم، بس صح، لابد ان الواحد يجرب. وقبل التجربه، قبل انا اختار شريك، لازم انا اتفق مع هذا الشريك، وانتقائي للشريك اساسا لازم يكون في عنده مهاره انا احتاجها في مشروعي. تمام. اذا واحد مثلا ما عنده مهاره معينه او ما عنده اضافه معينه، صح، اقول له لا، بالنسبه لراس المال ممكن احصل راس المال من اي حد، ولكن انا فعليا احتاج المهاره، احتاج صح، واحد معي يكون مو موظف، لا، شريك مالك للمشروع هذا معي. اكيد. محمد، نصائح بشكل عام وباختصار للشباب اللي حابين يبتدون في مجالات رياده الاعمال والشراكه وبالتحديد المبتكره. طالما ان عندك خطه، طالما ان فيه شغف ايضا، هوايه، اشوف اني اقدر استثمرها في مشروع معين، في بزنس معين، توكل على الله ولا تخاف، لا تخافوا مره ثانيه، اكبر مخاطره هي لا تخاطر. حلو. لابد ان نخاطر، خسرنا شو صار في ونغامر الدنيا؟ ولو بالقليل. بالقليل، ولو بالقليل، شو بنخسر؟ يعني تعلمنا درس اذا خسرنا، واذا ربحنا الحمد لله ايضا هو درس، في فعلا. النهايه هو درس قيم الواحد يكون، او تجربه قيمه الواحد يكون كسبها، فلا تخافون ابدا، توكل على الله. والشراكه زينه، الشراكه أكيد. ابدا مو بشيء سلبي مثل ما نحن نسمع عنه. صحيح، وتعتمد على مهارات الأشخاص. محمد، أنا وايد سعيدة اليوم بتواجدك معي أنت والشيخة في برنامج صباح الخير يا وطن. أنت نحن سعيد. نموذج أكيد للشباب الإماراتيين اللي حابين يدخلون مجال ريادة الأعمال، وبالتحديد ينفذون هذه الأفكار الابتكارية والإبداعية الجميلة سواء داخل الدولة أو حتى خارجها. كل الشكر لك، رائد الأعمال الإماراتي المتميز محمد محفوظ الشحي، يعطيك العافية. الله يعافيك، نورت جزاك الله محمد. خير. شكرا 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 لك، الله يعطيك يحفظك. العافية.